قال مايك بوش مفوض شرطة نيوزيلند إن المسلح الإسرائيلي برينتون تارنت الذي قتل 50 شخصا وأصاب آخرين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش نفذ الهجوم بمفرده، لكنه قد يكون حصل على دعم. وأضاف بوش في مؤتمر صحفي أن الشرطة متأكدة أنه كان هناك مهاجما واحدا مسؤولا عن ذلك، إلا أنه أوضح أن قيام آخرين بتقديم الدعم أمر غير مستبعد، معتبرا ذلك جزءا مهما في التحقيقات. وفي نيوزيلندا أيضا، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أن حكومتها اتخذت إجراءات جديدة أكثر صرامة بشأن رخص حمل السلاح، وذلك بعد المجزرة المروعة. من جانب آخر، بدأت السلطات النيوزيلندية تسليم جثث ضحايا المجزرة الإرهابية لذويهم استعدادا لدفنهم. لم يستفق النيوزيلنديون من وقع الصدمة. مر يومان بعد جريمة إطلاق النار التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرش والتي خلفت مقتل 50 مصليا ومثلها من المصابين ضمن أبشع جريمة عنصرية لم يسبق لهذا البلد أن شهد مثيلا لها. سماء كرايست تشيرش الرمادية عكست حالة الحزن والحداد التي بانت على محيى حوالي 5 ملايين نيوزيلندي. كيف لا وقد وقعت الجريمة في بلد مسالم ومرحب بالأجانب وبعدد جرائم لا يتعدى 50 جريمة في العام. بشاعة الجريمة دفعت الوزيرة الأولى النيوزيلندية جاسيندا أردرن إلى وصفها بالعمل الإرهابي والتعهد بإعادة النظر في قانون حمل السلاح وتوفير حماية للمساجد ودور العبادة الإسلامية. لقد أشرت بالفعل إلى أنه ستكون هناك تغيرات في قوانين الأسلحة لدينا وسيكون هناك المزيد من المناقشات المفصلة في مجلس الوزراء بشأن ذلك. لا يمكن ردعنا عن العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن قوانين الأسلحة لدينا في نيوزيلندا. يجب تغيير هذه القوانين بصرف النظر عن رد فعل تجار السلاح. اعتقال منفذ المذبحة وإحالته للمحاكمة لم يهدئ من روع النيوزيلنديين بمختلف دياناتهم، وهو ما فسر حملة الإدانة العارمة ضد منفذها والتضامن الذي أبداه النيوزيلنديون مع عائلة الضحايا. تضامن امتد إلى دول عربية وإسلامية أرسلت بوفودها إلى نيوزيلندا لتبحث معها تطورات الوضع وترسم خطة لمجابهة اليمين المتطرف الذي لم يسلم من جرائمه أطفال في عمر الزهور. تكفكف الجالية المسلمة في نيوزيلندا دموعها وتلملم جراحها، وفي نفسها هاجس من عمليات إرهابية أخرى قد تطالها، هاجس سيظل قائما ما لم يكن هناك تكاتف دولي يضع سياسات رادعة لعمليات اليمين المتطرف التي تصنف في مسمى جرائم الكراهية. هشام يهوبي، التلفزيون العربي من مدينة كرايست تشيرش نيوزيلندا. ينضم إلينا من مدينة كرايست تشيرش موفدنا هشام ميهوبي. هشام، إذا الشرطة النيوزيلندية لا تستبعد ارتباط منفذ مجزرة المسجدين بجهات خارجية، ما هي التفاصيل لديك وكيف تجري تسليم أو كيف يجري تسليم السلطات لجثث الضحايا لذويهم؟ نعم ماجد، الشرطة النيوزيلندية صرحت بأن الفاعل أو مرتكب الجريمة يمكن أن تكون له صلات بمنظمات قد تكون هي الأخرى على علاقة باليمين المتطرف، ولكن هذا الأمر لم يتم تأكيده بعد. على الطرف الآخر، يزيد الخناق ماجد على الحكومة النيوزيلندية فيما يتعلق بقانون حظر أو قانون أو تقنين بيع الأسلحة هنا في البلاد بعد مجزرة كرايست تشيرش التي راح ضحيتها 50 مصليا وأصيب فيها عدد مثيل. الوزيرة الأولى جاسيندا أردرن يعني تحركت سريعا في هذا الاتجاه واجتمعت بالحكومة صباح اليوم وخرجت للإعلام بتصريحات قالت فيها أنها أقرت تعديلات جديدة على قانون حيازة السلاح في نيوزيلندا وأن هذه التعديلات سيتم الإعلان عنها في غضون 10 أيام. لا يوجد هناك تفاصيل كثيرة عن هذه التعديلات، ولكن خبراء في قانون حيازة السلاح يرجحون أن هذه التعديلات ستطال حيازة الأسلحة النصف إلكترونية، هذه الأسلحة التي إن تم اقتناؤها أو التعديل عليها فإنها يمكن أن تكون فتاكة مثل ما حصل هنا في
كرايست تشيرش بعد أن قام المجرم بتعديل الذخيرة التي يعني تتصل بسلاح الجريمة، وبالتالي كان عدد ضحايا كبير. من جهة أخرى ماجد، أو فيما يتعلق بتسليم جثامين الضحايا، فإن عملية التسليم ستتم على مدار هذا الأسبوع، وتوعدت رئيسة الوزراء بأن عمليات الدفن ستتم مع نهاية هذا الأسبوع، بالتالي فإن عائلة الضحايا ستشهد تسليم عائلة جثامين ذويها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وابتداء من يوم الغد على الصعيد التضامني ماجد، كانت هناك يعني وكان هناك توافد كبير، كل يوم يزداد توافد النيوزيلنديين إلى هذا المكان، مكان الجريمة، وحاملين معهم يعني بطاقات الورد كما ترون خلفي، الشموع يعني تعبر عن تضامن النيوزيلنديين ونبذهم للعنف، نبذهم للعنصرية، نبذهم لهذه الأفعال التي يقوم بها اليمين المتطرف في البلاد، هذه البلاد التي لطالما اعتبرها النيوزيلنديون بلاد مرحبة بالأجانب وبلاد مسالمة. كانت هناك أيضا زيارة للطاقم الجوية النيوزيلندية الذين حضروا هنا بأطقمهم، ويعني أبدوا تضامنهم، خاصة وأن أحد عناصر طاقم الجوية النيوزيلندية قد قضى في هذا الهجوم، حيث كان من ضمن المصلين في مسجد النور هنا في مدينة كرايستشيرش. شكرا لك مفادنا هشام ميهوبي، كنت معنا من مدينة كرايستشيرش.